ضو من واشنطن ايهاب عباس الكاتب والباحث السياسي مرحبا بك معنا استاذ ايهاب عبر شاشه الغد فيما لا تزال لائحه الاتهامات طي الكتمان ما الذي تدل عليه هذه الخطوه من قبل وزاره العدل الامريكيه بتوجيه اتهامات جنائيه لترامب. اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين يعني اذا اذا ما نظرنا اليها بشكل محايد هي تدل على ان التحقيقات ربما قاربت على الانتهاء الانتهاء وتلك التحقيقات التي باشرها المدعي الجنائي الخاص جاك سميث الذي عين من قبل وزاره العدل الامريكيه منذ اشهر للنظر في مخالفه الرئيس السابق دونالد ترامب كما تدعي طبعا وزاره العدل الامور البروتوكوليه المتعلقه بنقل وثائق من خارج البيت الابيض عند انتهاء مده رئاسه اي رئيس امريكي ومن بينهم طبعا دونالد ترامب. اذا نظرنا اليها بشكل جمهوري فهي تاتي في اطار ربما محاوله اتهام الجمهوريين الديمقراطيين بانهم يسيسون اي شيء له علاقه بالرئيس السابق دونالد ترامب لمنعه من خوض سباق الانتخابات الرئاسيه المقبله. اذا ما نظرنا اليها من الوجهه الديمقراطيه هي تاتي ايضا في صالح الديمقراطيين في وقت تتازم فيه بعض الامور المتعلقه بامكانيه قياده الرئيس الحالي جو بايدن الولايات المتحده لفتره رئاسه جديده خاصه مع سوء اداء ادارته وانخفاض شعبيته طبقا لاستطلاعات الراي فبالتالي من الممكن ان تكون محاولة من الديمقراطيين إذا ما ثبت طبعا الاتهام الجمهوري لهم بأنهم يحاولوا هذا التسييس من الممكن أن تكون محاولة ناجعة للديمقراطيين لإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المشهد خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ما يعتبره القانونيون أو المراقبون انتكاسة جديدة لترامب بعد التحقيقات في تقديم رشاوى جنسية قبل أشهر قليلة الى اي مدى يمكن ان يؤثر برايك في موقف ترامب وحضوره السياسي في الشارع الامريكي ما قبل الانتخابات العام المقبل؟ يعني شوف حضرتك هو حتى الان الرئيس السابق دونالد ترامب كل القضايا المثاره ضده لم يتم ادانته فيها باي إداء ادانه واحده. وبالتالي موقفه السياسي والقانوني حتى الان وحتى اللحظه قوي. حتى الثلاثاء القادم عندما يقوم بالذهاب الى المحكمه في ميامي سنتعرف على لائحه الاتهامات الرسميه واذا ما كانت من الممكن ان تؤثر على موقفه الانتخابي بشكل قانوني وانا اقول لحضرتك انها غالبا غالبا لن تؤثر لان كي يتم يعني منع الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات الرئاسيه القادمه يجب ان تكون التهم الموجهه اليه تهم متعلقه بامور لها علاقه ب يعني انه يكون بالامر البسيط كده خان الولايات المتحده الامريكيه وهذا لم يحدث ولن يحدث. لن يستطيعوا اثبات مثل هذه التهمه ستكون صعبه جدا خاصه في قضيه الوثائق الا اذا كان هناك حبكه قانونيه ما قام بها جاك سميث وبالتالي من الممكن ان تنتقل الى هذا الاطار بالفعل لكن دون ذلك لا اعتقد انه سيكون لها اي تاثير عليه السيناريوهات القانونيه لهذه المحاكمات استاذ ايهاب السيناريوهات القانونيه هو انه تتم ادانته او لا تتم ادانته او تستمر التحقيقات بين الشد والجذب يعني محاولة الإدانة ومحامون أقوياء مع دونالد ترامب يستطيع أن يصد كل التهم التي توجه إليه ربما ستسير الأمور في هذا الإطار بشكل أكبر حتى اللحظة يعني محاولة الإدانة ومحاولة التبرئة وهذا سينسحب خلال الفترة القادمة وهي الفترة الحساسة في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية. ربما يستطيع الرئيس دونالد ترامب أن يخرج من هذا الأمر منتصرا كعادته إنجاز التعبير أو تكون هي ضربة قاسمة له تؤثر على مسيرته الانتخابية خاصة مع ترشح يعني عدد كبير من المرشحين الجمهوريين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التمهيدية من الحزب الجمهوري ومن ثم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أشكرك جزيل الشكر أستاذ هاب عباس الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من واشنطن